أنا ما عم استوعب نهائياً كيف في ناس بتقعد ما بتفعل أي شيء. أنا بفهم أنه الإنسان يعمل يشتغل بيفشل، أصلاً الحياة قائمة على الفشل. وقت بتفشل 200 مرة، ما أنت حاولت 200 مرة. النجاح جميل جداً، بس الأجمل من النجاح هو النجاح بعد الفشل. حقيقة دائماً هي سنن بالدنيا، في سنن. هالسنن نحن سبحان الله شايفينها بعيوننا، بس نحن ما مندركها لحتى يجي يوم من الأيام عقلنا يقدر يستوعب أو يقدر يفسرها ويجمعها بين قوسين. أنت شايف هالشي بس عقلك مو مستوعبها لسه. في فعل وفي عمل، الفعل والعمل والصناعة. الفعل هو حركة يقوم بها الإنسان بينتج عنها ناتج ما، والعمل هو فعل مؤدى بهدف، بنية، بقصد. والعمل طبعا أفضل من الفعل، العمل لأنه هو مشغول بقصد، بيكون في دراسة، بيكون في تأني. في فرق بين الإنسان الفاعل وبين الإنسان العامل وبين الإنسان الصانع. بتلاقي في ناس بيعيش وبيموت هو عم يفعل بس بيتحرك، يا بتصيب يا بتخيب. بتلاقي هو فاشل بحياته، بتلاقيه بتحرك وبيتعب كتير يا حرام. وفي إنسان بيعمل، وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل أنك تقوم بهالعمل بجدية أكبر وبقصد، إنما الأعمال بالنيات. وفي الصناعة أنك تصنع، أنك تعمل، تتحرك هالحركة بقصد مع تخطيط مسبق، مع نية الإتقان، مع تأني تصنع. ليش بتلاقي الصانع دائما ناجح بحياته؟ عليكم الصناعة. الصناعة لما تكون أنت إنسان صانع بتكون إنسان منتج. وفي المرحلة اللي بعد هاي المرحلة يلي هي الإبداع. الإبداع، أنت لا يمكن تكون مبدع مهما كنت عبقري بدون ما تفعل تعمل تصنع. بس الإبداع بيجي بعدها 3 مراحل. الإبداع يتأتى بعد الفشل، بعد الشعور بالغيرة، بعد الشعور بالعجز، بعد الألم. هم الإبداع بيجي. صحيح إنسان عنده موهبة يبدع، الله خلق عنده موهبة معينة، بس هذا صاحب الموهبة ما بيوصل لمرحلة أنه يكون مبدع إذا ما قام عمل وصنع وأتقن ودرس وتعلم وبحث وتطور وتعب وفشل ثم فشل ثم فشل ثم 100 مرة فشل، بعدين بيجي الإبداع. الإبداع مو شي سهل. الإبداع